استاذ احسان، انت وجعت قلبي لان حضرتك طبعا ربنا يديك الصحه والعافيه، يعني مش صغير ان عينيك الدموع تنزل في ثانيه مجرد ما سالتك عن والدك ووالدتك. تفتكر يعني والدك توفى وانت صغير قوي، تفتكره؟ طبعا ده محفور. انا كان عندي اب الله يرحمه، ما شفتش او مش هشوف زيه كمان، لدرجه ان لي اخوات كبار يعني مش شو هم الله يرحمهم برضو، دول كانوا مع والدي في التجاره من زمان. يعني العزا بتاع والدي كان فضل 5 ايام شغال. انا افتكر اخويا الكبير حسن الله يرحمه كان بيطلع يقول الله انا عايز اعرف الناس دي جايه منين يا حبيبي. عمر والدي ما شخط فيا، بالعكس كان مدللني بقى والخير اللي انت ربنا صغير كنت اكيد. انا كنت سافرت ووالدتي توفت وانا عندي تقريبا 17 18 سنه، كنت انا سافرت موجود. لا فوجئت، بس كان ليا اخت شقيقه الله يرحمها برضه بتكلمني وبتاع، جوابات بقى كان في الايام دي جوابات كانش لسه في او نت التليفونات ولا بقى ده. فبتقول يعني احنا مش عارف ايه وكذا وبقينا لوحدنا ومش لا مش فاهم. فانا مش فاهم، بقول لها فكنت مكلمها في التليفون لوحدنا ايه يا دري، اسمها دري الله يرحمها، قالت لي يعني ماما بقى تعيش انت وبتاع. انهارت طبعا وانت لوحدك في الغربه. بس يعني انت لو قلت بس بابا انا على طول دمعتي انت عينك بتنزل. دلوقتي عينك مليانه دموع، يعني النماذج اللي ممكن تقابلها في حياتك وتشوف قد ايه ما بقاش فيه مشاعر في العلاقه بين الاب والام، بتحس بايه تجاه النماذج دي؟ بص بقى انا فاهمك حاجه، معلش الماده اللي هي الفلوس النهارده كله بيسعى ليها، فهتلاقي الام بتشتغل والاب بيشتغل عشان الحياه، بينتحروا عشان خاطر ولادهم يوفروا حياه كريمه لاولادهم ويدخلوا مدارس مهمه وياكلوا ويشربوا الزوجه مثلا ما هياش قاعده واخده بالها من بيتها او اولادها بالصوره، لان هي مطحونه في شغل. وحتى لو كلمها جوزها هتقول له يعني ايه ما انا بشتغل زي زيك. ايوه. فمن هنا دي الحلقه اللي فقدنا فيها بقى روح المحبه. ان كان زمان في ترابط. الام قاعده في البيت مع اولادها ما بتسيبهمش ثانيه. يعني انا بشوف كنت مثلا زي ما كنت بشوف في الافلام في الافلام والمسلسلات، وشوف انا راجل يعني ليا علاقات وناس كتير قوي، فيقول لك لا فيش طبق يتحط على السفره لما ابوكوا بابا يجي صح؟ ويتحط الطبق بيجي بقى الولاد كلها ما فيش حد يبقى غايب، لا كله يقعد، والحاجه مثلا بتحط وقفه تخدم عليهم كمان الام. فمن هنا فقدنا بقى الايه الترابط.